مثيرة الجغرافيا للطلبة مثيرة للاهتمام في رأيي. الجغرافيا والجيولوجيا لما يتعلموا هذه الأمور يدخلوا الطلبة هنا اللي من سادسة ابتدائي ولا بلا ما هي إحنا زي ما تعلمناها جامدة في الكتاب ما نلمسها ما تمس يعني ما نشوفها ييجوا هنا يتعلموا درس جيولوجيا. أوكي الحقيقة شعور أول مرة أحس فيه. أنا متعود على شعور الطبيعة في البحر وعلى شعور الطبيعة في الجبال وعلى شعور الطبيعة في الغابات، كله جربته ده وجميل جدا وأنا محب جدا للطبيعة. أول مرة في حياتي أحس بشعور الطبيعة تحت الأرض وفي الكهوف. طيب معليش كلمة من نفسي، احنا خلصنا يعني تصوير بس كلمة من نفسي يا جماعة ما يصير، مرة ما يصير. انت في مكان أثري ومكان تروى للبلد ومكان نادر ومكان يعني تاريخي ومكان ما ينفع، هذا كله ما ينفع، مرة ما ينفع. كلام قلناه معليش هو مكرر بس سامحوني يعني. هل ممكن أحد يسوي كذا في بيته؟ الجواب لا طبعا، ما حد يسوي كذا في حيط بيتك. طب ليه تسويه في حيط بلدك أو في كهوف بلدك؟ ليش؟ للتوضيح يعني هذول قلة قلة بس قلة أثرهم باقي، يعني هذول نسبة قليلة جدا من اللي زاروا، يمكن 1% يمكن 0.5% من اللي جوا. أغلب الناس الحمد لله ملتزمين والحمد لله ما بيرموا والحمد لله ما بسوي الأشياء دي، ولكن مشكلة أنه 1% أو 0.5% أثرهم باقي، يعني هو دخل وخلاص هذا باقي، فيبان أنها مشكلة.